هل عندك معلومات أوفى عن هذا الدعم؟ كيفية أوجه الاستفادة منها؟ ما هي الإجراءات المواكبة له كذلك؟ هو في حق الدعم دائما جرت العادة بأنه يتوجه أولا لحماية القطيع، لأن القطيع هو الأكثر حساسية بالنسبة لسنة جافة، ونحن عشنا 5 سنوات جافة متتالية، وفي الحق هذه السنوات أدت نقص في المياه، وهذا الدعم بالتالي فيوجه أساسا للتغذية ولضمان أولا هذه القدرة الإنتاجية بالنسبة للرعي على المستوى المغرب، وهذا لأن عيد الأضحى فهو على الأبواب، ولحد الآن عندنا 2.25 مليون رأس، وهو فقط 33% من الهدف الذي كان متوخى من طرف وزارة الفلاحة، وبالتالي فهناك ما زال هناك إشكال، ويتطلب أولا تربية وعلف لونغريسمون باش التسمين هاد القطيع ولإعداده، لأن عندنا 204,000 وحدة وهي تحتاج إلى دعم لكي يكون هناك ثمن الأضحية في المستوى، وكذلك لا يكون الخصاص جد مرتفع. هذا كذلك مع دعم عدد من المناطق، خاصة بالنسبة لبعض الأنواع من العلف أو بعض الأنواع من الأسمدة، وهذا كيف قلنا مازال ما تحددش بصفة نهائية، ولكن عموما هو كيعطي الأولوية للقطيع، ومن بعدها كتجي الأولوية لعدد من تدخلات ديال الدولة بالنسبة لعدد من الأنواع الفلاحية. ولكن عموما فهناك بعض المؤشرات اللي بدأت كتظهر، فحتى بالنسبة للحليب فهاد السنة كان هناك نوع من إعادة التوازن بعد ما وقع واحد الإشكال في السابق، وكذلك التتبع ديال الصحة من طرف لونسا المكتب الوطني للسلامة الصحية فكيأكد بأن التتبع فهو جيد. هاد المسألة كيف قلنا كاين مشكل كذلك بالنسبة للعدد من الفلاحات اللي في الحقيقة كنعرفوا بأن الثمن ديال البطاطس فهو عرف ارتفاع، كذلك بالنسبة لعدد من الانتاجات الفلاحية اللي الثمن ديالها ارتفاع بحال البصل الأخضر أو الطماطم، ولكن وقع واحد الانخفاض باش يبدأ يرجع الثمن، إلا أن الثمن ما وصلش للثمن العادي بالنسبة لسنة عادية، وإلا أن بالنسبة الإظهار ديال عدد من الأشجار فهو حسب وزارة الفلاحة فهو مؤشر جيد، خاصة بالنسبة للزيتون، وكنتمناو باش المناخ اللي أصبح في الحق جد متقلب، الحرارة جد متقلبة، نتمناو بأن المناخ يسمح بإنتاج في المستوى لهذا نوع من الإنتاج اللي ديال الأشجار المثمرة، اللي هو في الحق ركيزة أساسية، أصبح ركيزة أساسية لعدد كبير من الفلاحين، وكنعرفوا بأن عدد من الأشجار اللي تم الاستثمار فيها فهي الآن تعاني، خاصة في المناطق اللي توقف عملية السقي أو عملية الاستغلال ديال المياه الجوفية في عدد من المناطق، دونك هذا يؤثر بصفة كلية.